الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك ارتباط بين الحديث عن الطلاق في الآيات والأمر بالتقوى؟ نعم، اللي ما يتق الله ما يتقن الطلاق ولا يوقع في أوقاته ولا في حدوده، يتلاعب به. نعم، التقوى هي الصمام الذي يحمل الإنسان دائما وابدا في كل الأمور على الاتزان، على الاعتدال، وعلى فعل أوامر الله وترك نواهيه. نعم.